نهائيات كأس الأمم الآسيوية وأيضا تصفيات كأس العالم. وتسديد، الله، جول جول إسماعيل عبد اللطيف. إسماعيل عبد اللطيف في الدقيقة الثامنة ما عطلها إسماعيل، لمسة ولف وسدد ومرت على يمين هذا الحارس نواف الخالدي، وهدف الدقيقة الثامنة لمنتخبنا الوطني. هنا تسديدة، الله، على هذه التسديدة البعيدة من على بعد تقريبا 27 ياردة، إسماعيل عبد اللطيف المتخصص الآن. إسماعيل